الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إطار احتفالنا بسنة الأسرة اللي كرسها قداسة البابا السنة دي، بنستكمل مواضيعنا في برنامج فرح الحب. موضوعنا اليوم عن الأسرة والعمل. لو اتكلمنا عن الأسرة بمفهومها الصغير هنقول الأب والأم والأبناء، لو كبرنا شوية هنقول العم والعمة والخال والأقارب والحبايب والجيران يعتبروا من الأسرة، لو كبرنا الفكرة أكتر هنقول الكنيسة وإن كلنا أعضاء في جسد المسيح السري، ولو حبينا نقول بمفهوم أشمل وأوسع هتكون البشرية كلها هي أسرة واحدة، كلنا أخوات فنعتبر في أسرة واحدة. نرجع للأسرة الصغيرة اللي هي الأب والأم والأولاد اللي هم بيزرعوا قيمة العمل. احنا بنتكلم عن العمل، قيمة العمل وقيم العمل بنتعلمها في الأسرة. مثلا الأب لما بينزل الصبح رايح شغله بيدي مثال للأسرة كلها من قيم الجدية، الالتزام، السعي، الاستمرارية، حب العمل، البعد عن الكسل، الإنسان يحب أنه يعمل. الأم كذلك لما بتخدم في البيت بتربي الأولاد وممكن تكون بتنزل بتشتغل، هي كمان بتقدم قيم كبيرة زي البذل والعطاء والتضحية وإنكار الذات من أجل الآخرين. كمان الأولاد لو بيعملوا في البيت أو خارج البيت فهم بيقدموا صورة جميلة للتعاون، للاحترام، إزاي نساعد بعض وإزاي كلنا نخدم بعض، بيدوا مثال جميل في الخدمة. يمكن العائلة اللي احنا بنستشهد بها دايما هي عائلة الناصرة. عائلة الناصرة كانت كلها عائلة بتعمل فعلا. قديس يوسف اللي كلنا بنقول عليه شفيع العمال، قديس يوسف كان يعمل بالنجارة، وكان عندنا صور للسيد المسيح وهو مع القديس يوسف وبيعمل معاه وبيساعده. العذراء مريم امرأة عاملة طول عمرها، بتعمل في بيتها، بترتبه، بتزينه، بتجمله، بتقوم بتربية يسوع. وكمان عارفين عن العذراء هي اللي انطلقت عشان تخدم نسيبتها اليصابات وقامت بعمل كبير واستمرت تعمل طول حياتها. السيد المسيح نفسه كان بيقول انا اعمل مشيئة ابي كل حين، ونقرا في الانجيل انه كان يجول ويصنع خيرا وفعلا كان بيعمل في كل حين. العائلة الناصرة هي مثال للعمل وللجدية وللاحترام وللتعاون ولترسيخ كل القيم دي. العمل مش عايزين نبص له بس انه مهنة، يعني فلان يقول انا مهندس، فلان يقول انا طبيب، فلان يقول انا محامي. لا، قد تكون الخدمة في الكنيسة عمل، خدمة الجار عمل، زيارة انسان لوحده ده عمل. ازاي نقوم بروح العمل ده وازاي نقدمه بصورة طليق؟ ازاي نقترب من الناس؟ ازاي نحبهم؟ ازاي نفتح قلوبنا ليهم؟ كل دي اعمال، واعمال الكنيسة بتطلبها، اعمال خدمية جميلة جدا. هنرجع لسفر التكوين، وفي سفر التكوين ايتين وجهوا للرجل لآدم، وآدم رأس البشرية، يبقى ده موجه لينا كلنا. الايتين جمال جدا، بيقولوا بكدك تأكل طعامك، لما هتتعب وهتبذل وهتضحي هتأكل طعامك، وبعرق جبينك تأكل خبزك. جميلة جدا حكاية ان الواحد لازم يعرق، لازم يتعب، هي دي قيمة العمل وهي دي الجدية في العمل. ويمكن في العهد الجديد مثل جميل جدا اسمه مثل الإبنان، موجود في إنجيل القديس متى الإصحاح 21. هنقرأ جزء صغير. وقال يسوع ما رأيكم، كان لرجل إبنان فجاءه
فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجاب: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟ قالوا: الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. المثل ده جميل جدا، وبيبين لنا بأنه روح ممكن نقوم بالأعمال وننجح الأعمال، حتى لو ده مخالف لإرادتنا، مخالف لمزاجنا، مخالف لوقتنا، مخالف لتضحياتنا، هنقوم بالعمل. حتى لو في الأول قلنا لا مش قادرين نقوم بيه، احنا تعبانين ومش هنقدر نقوم بالعمل ده، لكن لا، هنقوم بالعمل وهنجاهد عشان نعمله. إنما اللي بيوعد ويقول هقوم بالعمل وما يقومش بالعمل ويكسل، طبعا ده مش الروح المطلوبة في العمل. الأسرة هي اللي بتربي وتنمي هذه الروح. نطلب شفاعة القديس يوسف شفيع العمال، إن هو يجعلنا دايما في نشاط وفي روح خدمة من أجل بيتنا، خدمة وعمل من أجل كنيستنا، وخدمة وعمل من أجل البشرية كلها. البشرية محتاجة ناس بتعمل بتجتهد عشان كلنا نتقدم. ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.